اليوم كنتواجدوا في افتتاح ثامن متجر ديال شركه اونو بوايما متخصصه في بيع منتجات ابل. هذا المتجر كيتعد اول فلاكشيب ديال لا مارك اونو في المغرب، يعني فيه 165 متر مربع ديال قاعه العرض زائد 120 متر مربع في الطابق الاول، مكونه من قاعه ديال التكوين بالنسبه للزملاء ديالنا او الشركات، بالاضافه الى اناتوليي، يعني بلاصه فين كنصلحوا الهواتف اللي داخلين في لا غارونتي، يقدروا يكونوا مشريين من عند اونو ولا ماشي من عند اونو. كما كتشوفوا في المغازان ديالنا اليوم عندنا لا جام ابل كامله، يعني من الايفون اللي هو المنتوج الاكثر شهره ديالهم، اللوحات الالكترونيه الايباد، لي ماك يعني الحواسيب النقاله والحواسيب ديال المكتب، بالاضافه الى جناح مخصص الاكسسوارات اللي كنلقاو فيهم جميع الاكسسوارات ديال لا مارك ابل. اونو كما عودت الزبناء ديالها، الوعد الاول ديالها اللي كتوفي به مع الزبون هو النصيحه، يعني ملي كتجي لاونو ما كتجيش على قبل المنتوج، المنتوج نقدروا نلقاوه في شي بلاصه اخرى، ولكن كنجيو الاول حاجه على قبل النصيحه، دونك لو كونساي لو كليون ديالنا الزبون، كنشوفوا المتطلبات ديالو، كنشوفوا الحاجيات ديالو، وكنعطيوه المنتوج ابل اللي كيتوالم مع الحاجيات ديالو. دونك اونو ان شاء الله قبل نهايه السنه عندنا جوج افتتاحات اخرين ان شاء الله الى بغى الله. عندنا واحد في مدينه مراكش، دونك يكون اول قاعه العرض في مدينه مراكش غتكون في مينا غامول، حتى هو محل 100% مخصص لماركه ابل، بالاضافه الى مدينه فاس ان شاء الله في كارتيي شونت كورس اللي غادي يكون افتتاح ديالو نهايه شهر ديسمبر 2021.